كالعادة مازلت متابعتنا للحياة العلمية، واليوم حبيت نحكي لكم زادة على الكارونتيام كونغري لسوسيتي تونيزية دوفتالمولوجي اللي انطلق البارح ويتواصل اليوم وغدوة 2-3-4 مارس. حوارنا اليوم حصرين مع دكتورة ألفا لقي المنسقة للمؤتمر. مرحبا بكم، ميرسي على الاستضافة. لوغ دكتور ألفا الصيه، أستاذة مبرزة في معهد ليدي رايس وعضو بجمعية تونسية لطب العيون. حابيت جوز نحكيو اليوم على المؤتمر بتاعنا السنوي اللي هو معناتها الان هذه ليديسيون 40 للمؤتمر بتاعنا. المؤتمر باش يكون فرصة باش نستضيف فيها زملاء من العالم كلنا. عندنا زملاء من المغرب العامر الربي، زملاء من الشرق الاوسط، زملاء من امريكا، من البلدان الاوروبية، باش يجيونا مداخلات محادثات باش يصير فيها يعني تبادل للتجارب نتاعنا. وهذه باش يسمح لنا باش نشوفوا احنا تونس وين موجودين، ونجم نقول لكم اللي طب العيون في تونس والحمد لله متقدم، وهذا باش يبرز الاشعاع نتاعنا معناتها في العالم، واللي احنا في قاعدين نواكبوا في احدث التقنيات باش نعطيو احسن سبل المداوات للمرضى نتاعنا. دونك باش نتطرقوا لعده مواضيع اللي هما مثلا امراض الشبكيه، امراض السكري، جراحه الشبكيه، جراحة الماء الأبيض، جراحة الماء الأزرق، معناتها زادة باش خلينا تغطية كبيرة باش نحكيو فيها على زرع القرنية اللي هي مكسب بالنسبة لنا غراس للسونتر ناسيونال دو غريف في أون فيغتي. إي فوالا، هذا هو المؤتمر نتاعنا. ثلاثة أيام، نهار 2-3-4 في العاصمة، ونرحبوا كل زملائنا أطباء العيون وغيرهم باش يكونوا معنا في المؤتمر. هكا نكون وصلنا لاخر سونتي 5.5 بالنسبه اليوم بالنسبه للاسبوع هذايا. ان كرو ميرسي ليكيب كامله كوتي تكنيك ريداكسيون برودوي اللي امنوا لكم اكثر من 90 دقيقه من بثنا المباشر. ايمن سيف كانت معكم، مدام انس، ما تنساوش زاده ما تنساوش ليكيب كامله ويدت كانت معكم خاصه في الانترفيو،